أشادت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بالمستوى المتقدم لأداء المرأة البحرينية خلال مشاركتها في العملية الانتخابية كمرشحة وناخبة، والذي جاء ليؤكد مجددا على جاهزية المرأة وتحملها المسؤولية لواجباتها الوطنية واستحقاقها لمكتسباتها كشريك لا غنى عنه في بناء الوطن واستدامة نهضته. جاء ذلك في تصريح خاص صاحبة السمو الملكي على ضوء فوز 6 سيدات لعضوية المجلس النيابي و4 سيدات لعضوية المجالس البلدية، حيث قالت سموها بهذه المناسبة: يشرفنا في ضوء النتائج المشرفة لمشاركة المرأة البحرينية في الانتخابات النيابية والبلدية أن نرفع تهانينا الخالصة وامتناننا العميق إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، الذي له الفضل الأول من بعد الله في بلوغ المرأة البحرينية لمراتب متقدمة وتوليها مسؤوليات وطنية رفيعة تنطلق من إيمانه العميق بكفاءة المرأة البحرينية وقناعته الراسخة بقدرته على حفظ استقرار الوطن وحماية مكتسباته والارتقاء بمكانته. ويحدون الفخر والاعتزاز أن يأتي خبر فوز الأخوات الكريمات كبشرى خير وفرح من قائد مسيرة العز والرخاء أطال الله في عمره وأيده بنصره، والذي تكرم بإبلاغنا شخصيا بفوزهن فور علم جلالته بنتائج الانتخابات، والذي أعرب لنا بدوره عن فخر واعتزازه بتلك النتائج. كما أبدت سموها سعادتها البالغة بتزامن هذا الفوز غير المسبوق للمرأة في الانتخابات النيابية والبلدية مع مناسبة يوم المرأة البحرينية لعام 2018، والتي تحتفي بعطائها في مجال العمل التشريعي والبلدي، مكررة سموها تهانيها الخالصة لجميع الفائزات وتقديرها لجميع المرشحات بغض النظر عن النتيجة النهائية، في ظل ما بذلنا من جهد مقدرة ومشكورة ولتحليهن بالصبر والمثابرة خلال تأديتهن لمهام ترشحهن وتمنياتها لهن جميعا بالتوفيق والسداد في خدمة الوطن العزيز. والذي يستحق من الجميع بذل الغالي والنفيس لأجل ما يحفظ شأنه ويعلو من مكانته، معربة سموها في ختام تصريحها عن اعتزازها بمستوى الوعي والثقافة السياسية التي يتحلى بها المجتمع البحريني، حيث جاءت إرادته معبرة عن قناعته وتقديره لابنة البحرين التي تستحق كل ما تشهده لها من تقدم ورفعة.